النهارده اكتمل رباعي افريقيا، الرباعي الافريقي بمودرن فيوتشر. مودرن فيوتشر النهارده فازت على الفريق التنزاني 4-1 في مباراه كانت صعبه بالمناسبه، لانه مودرن فيوتشر النهارده كان 2-1 وكانت النتيجه 2-1 لصالحه، وكان مطرود منه لاعب وقدر ان هو يجيب الثالث والرابع الحقيقه في ظل ظروف صعبه جدا، واستطاع مودرن فيوتشر ان يصل الى دوري المجموعات في البطوله الكونفدراليه. هو والزمالك امبارح الحقيقه ايضا استطاع ان يصل الى دوري المجموعات في البطوله الكونفدراليه بعد فوزه على الفريق الجيبوتي باربعه مقابل هدف، وقبلهم كان النادي الاهلي ونادي بيراميدز وصلوا الاثنين الى الدور دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا. وبالتالي خلونا نبارك لمنظومه مودرن فيوتشر، ونبارك للنجم الكبير وواحد من الاساطير في النادي الاهلي وواحد من محللينا الكبار، النجم الكبير ومدير الكره في نادي مودرن فيوتشر النجم الكبير كابتن علاء ميهوب. الف مبروك يا كابتن علاء، تستحق الوصول النهارده، مباراه رائعه الحقيقه. قعدنا يعني تابعنا المباراه عشان خاطر حضرتك بس موجود. الله يخليك يا اسلام، الله يبارك فيك حبيبي، ربنا يخليك. سعداء جدا بوصول مودرن فيوتشر للمباراه او للدوري المجموعات، اعتقد فرحتكم كانت كبيره جدا يا كابتن علاء. قوي يا اسلام بجد، يعني انت اتكلمت عن الظروف اللي انا كمان في المباراه، هو كان مهم قوي انك تتاهل لدوري المجموعات باي شكل بقى، وده اللي كنا بنتكلم فيه قبل المباراه وبالديسيبلين، الظروف اتصعبت شويه. ايوه يعني كانت بدايتك ممتازه، يعني اول خمس دقائق انت احرزت هدف، فالامور المفروض تستاهل ليك، بس انت صعبتها على نفسك، ان كان في شويه تراخي شويه، الملعب كان مفتوح زياده عن اللزوم. والله يا استاذ انا قاعد بره وحاسس ان هيجي فينا جول، يعني في مشاهد كده ومناظر تحس انا شفتها قبل كده. اللي بيحصل ده لازم يبقى العكس تماما، لكن خلاص حصل وجي فينا جول، وكان الكلام بين الشوطين مع مستر ريكاردو ان هو لازم يبقى في حماس اكتر من كده، ولازم ندور على الهدف الثاني بسرعه، ولازم نقفل الاتحاد شويه، ولازم ما فيش شراسه اكتر من كده. وحصل الحمد لله الهدف الثاني، جيب بنالتي، بس بعدها الظروف بقى اتصعبت فوق ما تتخيل، ان على فكره فريق سنجاه ده فريق مش سهل، ده فريق جيد فعلا، فريق جيد وبيجروا كتير قوي، وبدنيهم جامدين جدا وعاملين عليك خطوره، لكن فجاه لقيت نفسك انت مضطر تلعب 10 ومطالب تجيب هدف ما تستقبلش اي اهداف، فمن هنا كانت الصعوبه. لا خلي بالك، والضرب كمان، يعني انا بصراحه كنت مشفق على اللاعبين، لانه بعد ما جابوا الجول الثالث والرابع كمان، الخمس دقائق اللي بعد الرابع دول مش عايز اقول لك كميه الضرب اللي اكيد انت شايف، يعني كانت ضرب غير طبيعي، يعني الحكم رايح لكل كوره ومعاه الانذار في ايديه. اكيد يا اسلام، خصوصا انك انت فوجئت ان الوقت بدل الضيع 10 دقائق برضه، حاجه مقلقه جدا، لكن الحمد لله في ال 10 دقائق دول انت النصر قدر يجيب الهدف الرابع الحمد لله، فهو هدف الاطمئنان الى حد ما. فريق سنجان ما كانش متخيل ممكن يخسر الثالث وممكن يخسر الرابع كمان. صحيح. لكن لازم يعني اشيد طبعا باللعيبه اللي ادت المجهود الكبير ده ومصممين هم يوصلوا لدوري المجموعات، ودي حاجه اللي فيوتشر متعود عليها من الموسم السابق. فكان مهم حته الوصول الحمد لله النهارده، فالحمد لله زي ما اتفضلت قلت المربع اكتمل الفرق المصريه، ودي كانت حاجه مهمه، اربع فرق موجودين في بطولات افريقيا مختلفه، فدي حاجه كويسه اساسا لمصر كلها بوجود النادي الاهلي وبيراميدز وفيوتشر ونادي الزمالك، مودرن فيوتشر ونادي الزمالك، فدي طبعا الحمد لله حاجه كويسه بشكر ربنا عليها، وبشكر اللعيبه ومجهودهم الكبير قوي اللي عملوه النهارده الحمد لله. الوصول الى دور المجموعات اعتقد مهم جدا لمودرن فيوتشر، ولكن ايضا على الجانب الاخر ان انت تبقى ماشي في الدوري بست نقاط في اول مباراتين، يعني الحمد لله. خلي بال حضرتك كابتن علاء، الناس كانت تتوقع سقوط لمودرن فيوتشر، خصوصا بعد ان ثلاث او اربع لعيبه من اللاعبين اللي كان لهم دور كبير مع فيوتشر سابقا اتباعوا لانديه اخرى، وبالتالي كان البعض بينتظر او قال ان مودرن فيوتشر ممكن يبقى عنده مشاكل خلال الفتره الجايه، فطبعا لسه بدري على الكلام ده، ولكن مباراتين فوز في الدوري والوصول الى دور المجموعات اعتقد حاجه مهمه جدا. بص يا اسلام، انت قلت الكلام اللي والله بمنتهى الامانه بقوله مع اللعيبه، انك انت فعلا في انت نص ملعبك بالكامل يا اسلام مش موجود معاك من الموسم السابق، ونص ملعب محترم جدا ولعيبه ويعملوا هزه ويفرقوا مع اي حد. لكن
الحمد لله انت عندك مجموعه لعيبه كويسه، التدعيمات اللي انت عملتها كويسه. دكتور وليد كمان موفر لك كل حاجه، دكتور وليد ده بس موفر كل حاجه، وعلى طول على طول دكتور وليد دعبس ملك النادي. اوكي. والاداره الجديده طبعا بيوفر لك كل حاجه وراك على طول في كل خطوه. وغير كده وكده انت لازم تدي ثقه للعيبه دي. احنا نادي بدري فوش، يعني نادي مش قليل، وانتوا اللعيبه مش قليله، بالعكس الحمد لله. على فكره مش كلام يا اسلام، طبعا فعلا عندك مجموعه نجوم ممتازه غير كمان اللي انت ضميتهم الفتره اللي فاتت. فهو ده كان الاساس، ده كان الهدف. بدايتك الحمد لله الحلوه جدا في الدوري مديك دفعه كمان، يعني انت مباراتين بست نقاط والنهارده كمان دفعه ايجابيه جديده تاخد لك دوري ومعاك. فكل دي يا اسلام حاجات ايجابيه بتديك ثقه. اهم حاجه اللعيب ده ياخد ثقه في نفسه ويؤمن بنفسه ان هو لعيب مش قليل، مهما مش لعيبه وجات لعيبه، ما دي سنه الحياه. والفرق صحيح. الفرق اللي تبقى عايز تبقى كبيره زي مودريتش ميتشل ما يتاثرش بلعيب واتنين، لا بقدر ادعم وبقدر يبقى عندي نجوم بديله. يعني احنا بنتكلم مثلا على، دايما بنتكلم نضرب مثال، بنضرب بالنادي الاهلي. يعني صحيح. على مر التاريخ يا اسلام شوف كام جيل مشي ولعيبه راحت ولعيبه جت، لكن هو ده دي الفرق الكبيره، ميزات الفرق الكبيره لا تتأثر. صح. بالظبط، ما تتاثرش بنجم واثنين او وثلاثه. حتى لو تاثرت، انا اسف اني بقطعك، ولكن حتى لو تاثرت بالظبط بترجع بسرعه. بالظبط، هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه. يمشي من عندك نجم او اثنين او ثلاثه، دي كره قدم، لكن المهم انت تكمل وتكمل بالناس اللي معاك وتعمل التدعيمات اللي انت محتاجها. وده الحمد لله اللي حصل الفتره اللي فاتت يا اسلام، واتمنى ان شاء الله لعبك تكمل. واللي مساعدك انك بدايتك مساعداك بدايتك حلوه قوي في الدوري، والحمد لله النهارده كمان عايز اقول لك انا النهارده سعادتي انا شايفك كامله مبسوط قوي. انا جدا بجد يا اسلام، لاني لا، لان حتى الماتش راح وجه كتير. صح. والفرقه كويسه على فكره، يعني سنجاده دي انا بشوف ان هي، يعني وجهه نظري، ان هي افضل الفرق اللي لعبت في الاربع فرق. يعني والله انا بتفق معاك يا اسلام طبعا بدون مبالغه فعلا. وعايز اقول لك ان هم لعبوا هنا احسن من هناك كمان، يعني هم لعبوا في القاهره احسن ما لعبوا في تنزانيا. نعم. لكن تاهلك ده انا في غايه السعاده ان انا اتاهلت الحمد لله دوري مجموعات، حاجه برضه تليق بيك وما تقلش عن الموسم اللي فات في حاجه خالص، بالعكس انت طموحك بيزيد. فالحمد لله على كل البدايات الحمد لله بتفرق. وانت عارف يا اسلام طبعا بدايات في اي مجموعه جديده، خصوصا يعني انا جديد على الـ على الـ على الـ على على مودريتش كوتشا، هيثم عرابي نفس الكلام مدير تنفيذي، الجهاز حتى صحيح. البرتغالي موجود نفس الكلام. فانت كل ده الحمد لله كل خطوه بتاخدها خطوه ايجابيه. فده ده 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 يعني بحد ذاته لينا احنا حاجه الحمد لله، حاجه مبشره جدا، وحاجه تخليك تبدا الموسم وانت مبسوط. انت اكيد عارف، ويعني ياما انا كنت معاك وانت كنت موجود في جيل ذهب النادي الاهلي، لما بتكسب 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 الامور عامله ازاي جوه اوضه اللبس خلاص نفسها، واللعيبه الامور تبقى تمام. صح. الحالات تبقى عامله ازاي. فده الحمد لله احنا وصلنا الحمد لله. الحمد لله. القادم يا كابتن علاء، يعني اعتقد المباراه اللي جايه في الدوري ولا ايه؟ عندي طلائع الجيش ان شاء الله يعني برضه. ربنا يكرمكم ان شاء الله، ودايما سعداء باي تقدم بيحرزه اي حد من ابناء النادي الاهلي الحقيقه. ومودرن فيوتشر نادي كبير وله اسمه، ومعاه الحقيقه مدير كره كبير واسطوره من اساطير النادي الاهلي. فالف مبروك يا كابتن علاء، تاهل مودرن فيوتشر للدور لدوري المجموعات، وكل التوفيق ان شاء الله في البطوله الكونفدراليه، وكل التوفيق ان شاء الله، ويستطيع مودرن فيوتشر ان يصل الى اقصى ما يريده خلال الفتره القادمه. شكرا اشكرك يا جزيلا. اسلام والله على كلامك الجميل ده، وانا عارف ان احنا اي حد من ابناء النادي الاهلي طبعا يروح اي مكان الناس كلها عايزاه ينجح، ودي على فكره ميزه حلوه قوي وانا لامسها جدا. عايز اقول لك اذا كان في القناه نفسها وبره طبعا القناه الناس كلها بتتمنى كل التوفيق والخير لابناء النادي الاهلي. بشكرك يا اسلام على المداخله الجميله وكلامك الحلو ده على مودك، بالعكس يا كابتن، ودايما بالعكس. الاحسن يا حبيبي، ربنا انا اللي يخليك. بشكرك جدا، والف الف مبروك يا كابتن علاء، النجم الكبير كابتن علاء، مدير كابتن علاء ميهوب، مدير الكره في نادي مودرن فيوتشر.